لطالما أبهر الفرعون الصغير توت عنخ آمون أنظار العالم بعد اكتشاف كنوز مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922. ولا زالت هناك فرصة للتمتع بآثار هذا الملك الصغير، لكن من خلال الواقع الافتراضي. شركة تصميم مصرية أنشأت منصة رقمية للوصول لآثار الفراعنة وتعريف العالم بتاريخهم. ماذا لو أتيحت لك الفرصة أن تعود بالزمان آلاف السنين وتجوب بهوى أعمدة الكرنك أو أن تدخل قدس الأقداس؟ أهلا بك في ميتاتوت، أول مدينة افتراضية تسمح لك بدخول عالم سحري يجمع بين الماضي والمستقبل. السبيسز اللي جاهزة موجودة حاليا هي سبيسز وادي الملوك وبهو الشمس هو سان تشيمبر وقصر إخناتون اللي هو إخناتون بالاس، وآخر حاجة قاعة لحن المسحور أو الماجيكال ميلودي تشيمبر. دي الفراغات اللي افتتحت وكانت لونش، الناس بتخش فيها وقت ما هي عايزه. في الفراغات اللي احنا هنفتحها خلال شهر ديسمبر، من ضمنها هتكون قصر الملكه نيفرتيتي او نيفرتيتي بالاس والجلوري هول بتاعتها، وفي تاني ايفنتس سيريز ايفنتس هنعملها، بس لسه الفراغات دي اندر ديفلوبمنت واندر ديزاين. يعني مجموعه من المهندسين الطموحين كانوا وراء الفكره حتى خرجت للنور ممهورة بشعار صنع في مصر، واعتبروها هدية للملك الصغير في مئوية اكتشاف كنوزه بالأقصر. احنا كأول شركة فكرت في الموضوع ده في مصر، احنا مش شايفين ان احنا نبقى متأخرين عن العالم في التكنولوجيا. احنا بنقدر نستخدم التكنولوجيا، بس نقدر نوظفها بالطريقة اللي تناسبنا وتخلينا متواجدين في هذا الواقع اللي هو sooner or later هيحصل. فطالما ان هو هيحصل يبقى انا اللي احط الفرضيه دي، او احنا كمصريين نحط الفرضيه دي. ميتاتوت هي اول مدينه مصريه في الواقع الافتراضي. ليه اول مدينه مصريه في الواقع الافتراضي؟ لان احنا فكرنا ازاي الملك توت عدى 100 سنه على اكتشاف المقبره بتاعته، ففكرنا ان احنا نعمل بلاتفورم نقدر نخلي الناس تدخل وتتفاعل جواه. تتفاعل بقى ان هي تتفرج على حضارة مصر القديمة، بتسمع حكاية التاريخ، بتتمشى جوه المدينة. تخيلت مجموعة العمل ان الملك توت عاد الى عصرنا الحديث ليبني مدينته من جديد بشكل يجمع بين اصالة اجداده وحداثة الالفية الثالثة. احنا عندنا طابع احنا اللي عاملينه او كالمكان نفسه ابتدى يفكر فيه، هو توت ايرا ستايل. الفكره من الستايل ده ايه؟ ان بنحط تصور لو الملك توت عنخ امون رجع من الماضي ووصل للمستقبل، العماره بتاعته هتكون عامله ازاي؟ فهي عماره مصريه لكن بشكل معاصر وحديث. رحله فريده عبر الزمان والمكان، ووجهه سياحيه افتراضيه لاشخاص من حول العالم للتعرف على الثقافه المصريه واحياء امجادها القديمه.